شارف، شارف ماشي هو اللي دار اسم الحراش، الحراش اللي دارت له اسم، والحراش شارف هو اللي استفاد من الحراش، ماشي وحنا واش استفدت منه شارف؟ واش جاب لنا يا مده تاع 6 سنوات؟ انا نطرح سؤال على الناس اللي تفهم الفوتبال، ماشي نهضر كاسكين وزاره مني شارف الحراش، اي قولوا لي بالله عليكم واش جاب لنا شارف الحراش؟ واش جاب؟ جاب كوب ما جابش، جاب شامبيون دوزيام بلاص ولينا نفتخروا بها. انسان يكون شويه عاقل، كي تقول لي تا المدرب هذايا المدرب الى راح يروح ربي سهل عليه، انا نوجه له نداء انا كمناصر، اذا كانت عنده جراه شويه جراه برك شويه جراه وشويه شهامه يروح ما يوليش، لانه خلاص فشل في المهمه تاعو، فشل في المهمه تاعو، نطلبوا منه حاجه برك يبرون با ليكيب اونوتاج برك باسكو راه دايرها في يدو راه هنا وإلى ديرا صيني الحراس، نحلها الجذور تاعها الحراس، نحلها الجذور نحلها الروح تاعها، ملي جا هو جميع واحد وليد الحراس روح 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 روح. ونزيد نقول لك حاجة، هذا المسيرين أنا مازال ما فهمتش حاجة، مسير ديجا واش مسير؟ واحد حاط دراهم، واحد مسلف دراهم وحطهم، واحد حاطين زوج دورور عام ما يجيبهاش، أنا المسير اللي حاوزوا المدرب من الكار يقول له انزل من الحفيرة هذا مسير؟ المسير اللي يقول له ما تدخلش في القاعة تاع المطعم تاع الفريق باش تكلم علي جوار هذا مسير؟ أنا نخلصك باش تتحوزني؟ إلا عندك شخصية اللهم بارك، ما عندك شخصية تي كيت لافيل، يا دي جون كي زون دي بيرسوناليتي وي زون دي موايان باش يكونوا يعني. كاين زوج ولا ثلاثة مسيرين اللي ممكن راهم في المستوى يقدموا في خدمات للفريق، الآخرين كما يقول لك وصل ماريبال كل واحد ربي يسال عليه يدي زوج دورو تاعو ويروح ربي يسال عليه. الحراش ماشي فريق اللي عنده تاريخ، ماشي ب 100 مليون تشري الحراش. حاجه الوحيده برك اللي نوجه نداء برك للمسيرين هذو اللي راهم الى هداهم ربي يخلوا الفريق يروحوا يخلوا ناس لاهل وفي المستوى باش يجوا يسيروا الفريق هذا وينقذوه من الكارثه اللي راه فيها. الحراش عندنا اولادها هما اللي يخدموا، ما تجيبليش انا واحد يديك 50 مليون وبشوشو الاخر يعطيهم 4 ملايين على جورا ويسير بالحراش. كان شارف وحده مع بن عمر والاخر كانوا يسيروا. نخمم انا للقدام ماشي للور، راح نلعب كوب دافريك ونطلب السلطات تعطينا شريك هذا ما كان تخزر فينا هذا ما كان. العايب يدينا باش نديروا لا بريباراسيون، يدينا لا بلجيك يسمى يديك شغل المال باش يشوفوه تما باش يشوفوا اللاعبين كاش خرد مليح ولا زوج باش يديه. هذه وحده باعنا بوطالب لتونس، باع راحي من المروك وباع غادوش والله بيجيك باع الجعدي وكاديم وباعهم. احنا نقول لكم دافريك بعنا احنا 98 هذه 98 هذه 98 دوك احنا نقول ماش قضيه هادو هاد المسؤولين باينين ماشي ماشي قاعد على سيزون هذه ولا من طلعنا يعني 2008 هذا مبكرين معروفين هكذا ما يحبوش الحراش هذا هادو ما يحبوش الحراش هذا كون يحبوا الحراش مسؤولين كاستين ما يخلصوش هذا العيب نقابلو انا كاستين ما يخلصوش كيفاش يحكم فريق ويقول لك احنا فقراء انت فقير الحراش ماشي فقير الحراش سيد احمد راه توجور في الفن وش راح نقول خويا كمال راه شويه الحاله في الفنيه ثاني راه شويه ما عندي اونتر بارونتاز كما يقول بين قوسين حاله شويه راهي مدبدبه شويه في الفن هذا شي والله الظروف برك يا خويا كمال ماشي نقص ولا بصح دائما في قلبي ودائما نتبعهم ودائما واش تكون تحت حراش هذا العام ما بداش يا كمال خويا واش راح نقول لك فريق الحراش فريق كما يقول عريق فهمت خويا وما شابك ضربونا بعين بالك ما فهمتش واش صاير فيها ان شاء الله كما يقول لك نتمنى ان شاء الله الحراش تولي كما كانت
والحراش واش قلت لك كما قلت لك من قبيله كمال الحراش عندها رجال وبيريودا وتفوت والخساره ماشي كما يقول لك فان دو موند ولا حاجه ان شاء الله تولي ان شاء الله بربي ان شاء الله السانكيام ماتش هذا تبدا الحاله ورجالهم واقفين موراها ما تخافش كمال. نون يسبر كما هذا العام ان شاء الله ماشي ماتيا كل خطره ماتيا ماتيا ان شاء الله وشعب بليزير فاس اللي كنا من الهبطه وكدايا مي هذا العام يتبان فيها خير ان شاء الله. تذبذب في النتائج كالعاده ان شاء الله هذا العام فيها خير ان شاء الله ما يزيدوش يصراو لنا مشاكل كما العام اللي فات. ما كناش نستناو السير بتولي هكدايا الحمد لله دوكا امر دراهم ما كانوش دراهم لي جوار ما كانوش كاع مضمونين بريزيدون ما كاش كان لابد وين الفريق وين تكون واحد من ولادو اللي يقدر يسلكو ولا يقدر يحلو المشاكل نتاعو في الظروف الماديه لقيتو ربما في لونتوراج يعني في المحيط نتاع الفريق ما كانش غير انا بالنسبه ليا كان نعتبر انا كي نقول فريق شباب الوزداد ولا مولوديه الجزائر ولا اي فرق كبار تاعنا بالنسبه لينا كيما نقولوا هو مكتسب وطني سي ان باتريمون ناسيونال تخليه يروح بالنسبه ليا انا شفته كواجب وطني لانه سي ان باتريمون ناسيونال مكتسب وطني تخليه ينهار ما نقبلش شفت كي ربما كانت عندي شفت روحي بلي انا اللي نقدر يعني بيني وبين نفسي شفت روحي بلي انا اللي نقدر يعني تشجعت بهذه النقطه وقلت بلي ربما تاريخ يوم من الايام يحاسبني اني ما ناخذش موقف وما تكونش عندي الشجاعه ونصدم الفريق كانت عندي الشجاعه بهذا المنطلق بهذه الرؤيه كانت عندي الشجاعه لي باش ننقد الموقف والحمد لله يعني ولو كان فيه يعني مغامره نورمالمون هذه الاداره نورمالمون من البدايه نشوفوا باللي راهي مليحه لي جوار ما مشيشكو هنا كي نعرفوا لي جوار راهم يشكو نعرفوا باللي الاداره ماك لي جوار راهم كاع مع الاداره ان شاء الله نضوا كاع اليد في اليد ونلعبوا ان شاء الله دي. ما قال المشاكل اللي كانوا العام اللي فات ما قال المشاكل وشوف خرجنا كي شعر بالعجين هاك شوف العام اللي فات كانوا المشاكل كان لي كذا كذا والحمد لله قال لك لوغرون لي غرون كلاب جامي هذا هو اخويا إنه موحو ابن مدينة مزايا بالبليدة أحب الفريق منذ صغره جيتي عندي كابي كان رجلي توجعني بابا دخلني لوبيتال مصطفى في الجزائر دخلني صغير 63 64 65 هذا الجوان يا في ان انفيرمي كي سابلي كنا نقولوا لعمي زبير عمي زبير عمي انت جون من حد للحد لا ما راحش يسيبورتي سيير بي في السطاد اذا كانت عنده سيرفيس ولا حاجه يقعد تما في الله مسكين يديني للصالون يرفدني يقول لي موحو يوم نشوفوا السير بي السير بي ذاك الوقت كانت كيب مشهوره علمني ما يقول لي هاوك عبروق هاوك شنان هاوك مذهبي هاوك هاوك معتام هاوك كذا بون بالواحد بالجوار والسير بي كان تربح الي روتور تربح دائما اللي ماتش تاعها ولي غوبريزونتي ليكيب ناسيونال 7 ولا 8 من اللي جوار تاع السير بي كانوا في الفريق الوطني سكيبي كي تشوف السير بي ولا ليكيب ناسيونال سي لا ميم شوز تحدى الاعاقه وتجول في كل ملاعبي الوطن حتى صار معروفا بالمناصر رمز التحدي والوفاء للفريق حبه للشباب مكنه من تحدي الإعاقة وكسب محبة الناس أينما حل عام اللي فات برك ديبلاسيت العين مليلة إبان بيت برا بيت برا ما لقينا لي زوتي كومبلي وكاع بيت برا والله غير بيت عام الجماعة تاع السير على بالهم بيا سمت قيمتك عظيمة حبك في قلبي ديما إلى يوم الدين سلوك لي مالهم قيمة وكلهم المتين في سلوب لا تسيدي تعالبي عبد الرحمن يا حبابي همدين الشهيد الأبي شيخنا في مجد مسكوت ونقولوا شيوخة تاع الشعبي كامل معروفين بحبهم من كرة القدم والرياضة والأندية تاع العاصمة شيخ عبد المجيد مسكون نقولوا من سيبورتور نقولوا فاموز تاع شباب بلوزداد وليد بيكور كيفاش بدات حكايتك وكيفاش بديت تحب هذا الفريق تاع شباب بلوز ما حبيتوش انا الفريق نط معاه انا حليت عيني صبت سير بي صبت الالماس وعاشور وكذا في استقلال هذه هي ما حبيتوش سير بي نط صبته
نقولوا انت كنت من المغربيين تاع الشعبي الصطاد كنتوا تروحوا صغار هكذا كنتوا تقصروا كانوا الشعبي. كانوا يدونا والدينا دابور الاصوار كانوا يدونا والدينا وما تعلمنا بعد كبرنا شويه 16 سنه ولينا نروحوا وندخلوا ريسكيو راك تعرف كنا ريسكيو كنا نرفدوا الكابوت على الجوار ندخلوا على الجردن ديسي هذه هي شكون ميور جوار في السي ار بي اللي ماركاك هكذا الله المص الله المص والله الله يجيب له الشفاره وفي الكرسي او في الكرسي الى الاسف او في لاشيز رولانت الله يجيب له الشفاره ودوك راك تبع شويه الجوار من البعيد لا من البعيد يعني تبع من البعيد من البعيد من البعيد تعرف الجوار تاع دوك شي نعرف سليماني عمور نعرف واسمو اللي راح للعلمة واسمو الكارديان تاعنا وسرير ايه نعرف كلك جوار هكذايا سون بلو ربيح إذن كما تبعتوا معنا كانوا هذو هما لي بيست اوف تاعنا لسنه 2013 كما قلنا ان شاء الله تكون فيها الخير على الانديه الجزائريه وعلى كره القدم خاصه ان المنتخب الوطني في 2014 راه مقبل على مشاركه مونديالية للمره الرابعه في تاريخ الجزائر. كما تشوفوا كان هذا اخر عدد من برنامجكم من المدرجات لسنه 2013 ان شاء الله راح نتواصل معكم في السنه الجديده مع مدرجات جدد وفرق جديده ان شاء الله نقولوا عام 2014 يدخل علينا بالخير وعلى الجميع. كما تشوفوا مركب الحصه امين طهاري اليوم عودنا بعبده لانه دخل الحياه الزوجيه نتمنى له ان شاء الله حياه زوجيه سعيده والى كل راح يحققوا نجاحاتهم في 2014. انا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم موعدنا الاسبوع القادم الى اللقاء.